نعمل الحشوات. بعد ما برد عندي، تعالى كده يا عم حسني، بفتحه. عشان ابدا احشيه يا اما بالفانيليا يا اما بكريمه الشوكولاته يا اما بكريمه المانجا، زي ما انت عايز. بعد ما برد عندك تحشيه زي ما انت تحت اهو، تعمل له ثقب وتحشيه. عايزه تدي له مربى، عايزه تدي له سكر بودره زي ما انت عايز، عايزه تدي له شوكولاتات بانواعها زي ما انت عايز. عندنا بطعم المانجا، ادي الكورنيه بطعم المانجا قدامك اهو يا حسني. تعالى احط الكورنيه وابدا تتقل معايا، وانا بضغط عليها كده تتقل معايا. هتلاقي الحشو بدا يتقل معاكي. وعندنا بطعم الشوكولاته بطعم الشوكولاته، اختاري واختاري اللي عايزه الحشو اللي انت عايزاه لاولادك اعمليه. او بطعم الفانيليا. قدامك كل حشواتك اعمليها. كورنيه ورق زبده، قرطاس ورق زبده، وتعبي فيه الكريمه وتحشي زي ما انت عايز. لكن التركات، اوبا سوري، لكن التركات والحركات لها ناس.